ويا حلوهم أهل أول ويا حلو تقديماتهم محبين الشعبيات. وفرنا لكم طقم متكامل بثلاثة ألوان بالنكشة التراثية نكشة غضار بأكثر من 10 أحجام من أجود أنواع الميلامين. طقم متكامل ما بين الأطباق الدائرية، الأطباق البيضاوية، العميقة أو المفرودة، جميعها متوفرة. وبما أن الشتاء على الأبواب أغلبنا بيربط التراث والشعبيات بالشتاء، بيعطي طابع جدا جميل، تعمل فيها مائدة متكاملة كل الأحجام متوفرة. حتى أطباق الحلا وفرناها لكم، والأحلى من هذا ما رح تاخذوها بالقطعة، رح تاخذوها مجموعات توفيرية إلى 8 قطع تقريبا وبقيمة واحدة يا بلاش. طقمك التراثي متكامل، وفرنا لكم الأطباق الكبيرة لتقديم وجباتكم بشكل بيضاوي أو الدائري، وحتى أطباق التقديم بمختلف الأشكال بمختلف الألوان بمختلف الأحجام وفرناها لكم، والقيمة واحدة ما تتغير. ونهتم بأدق المنتجات لجمال ضيافتك، حتى فناجين القهوة بالنكشة الرهيبة نكشة غضار وفرناها لكم بجميع ألوانها، ورح تاخذ المغلف كامل بهذا الشكل وبقيمة ولا أروع. كملي طقمك الرهيب للقهوة أو حتى تقديمك للشاي، وفرنا لكم البيالات بنكشة غضار بأكثر من لون، ورح تاخذ المجموعة كاملة بهذا الشكل وبأجمل قيمة. من باب تهاد وتحاب، قدم لأحبابك أحلى الهدايا وبالقيمة الغير مكلفة. تشكيلة متنوعة للأكواب للشباب أو للشابات أو حتى للأطفال، أكثر من 10 خيارات، تتعدد الأشكال تتعدد العبارات، والقيمة واحدة ما تتغير. والأحلى من هذا كله ما تشيلي هم تغليفها، رح تاخديها مغلفة في هذا الباكج الرهيب وبقيمة واحدة ولا أجمل. يعني منتجات جميلة وجودة عالية وتوفير، وين بتلاقوا أحلى من كذا؟ وفرنا لكم الأكواب بالحجم الكبير بأكثر من شكل، ما رح تاخذوا القطعة، رح تاخذوا المغلف كامل قطعتين بأشكال المتعددة. طبعا كل نكشة متوفر منها عدة ألوان والقيمة واحدة يا بلاش. وين محبين الكابتشينو، محبين اللاتيه، الفلات وايت، الكورتادو أو حتى الشاي، حبيتوها وفرناها لكم من جديد. الأكواب المطفية بأحلى لونين، شوفوا معايا الأطراف باللون الذهبي حلتها أكثر وأكثر، رح تاخذ الطقم بهذا الشكل وبقيمة واحدة ولا أروع. شايفين معايا الجمال اللي أشوفه؟ شايفين معايا الكوب الذهبي المراية بهذا الشكل؟ غير معتاد، روعة بمعنى الكلمة. القاعدة رح يجيكم فيها كل الشغل وكل النكش، والكوب مراية بشكله الرهيب. ومن رف الأواني اللي بتحبوها وفرنا لكم أحلى القطع، أعرفكم تحبوا الألوان، شوفوا معايا الألوان وفرناها لكم. عند اللون الأول الدارك جرين، روعة الدرجة مرة رهيبة، الطبيعة أحلى وأحلى، هذا تضيفيها لطقم مائدتك بتعطي طابع جدا جميل. ومحبين اللون الوردي أو محبين اللون التيفاني، راح تاخذوا المغلف 4 قطع وبكم بقيمة واحدة يا بلاش. يا شيف يا جميلة ويا مبدعين في الطبخ، هذا الفيديو لكم، شوفوا ايش وفرنا لكم، قوالب الفرن بمختلف الاشكال، والمرة هذه الاحجام كلها كبيرة، ما بين قالب الكب كيك ب 12 خانة او القوالب المفرودة، شوفوا هذا مفرود وهذا بيجيكم بعمق، وما بين الدائرية التشكيلة متنوعة. ووفرنا لكم قالب الكيك المجوف بخامة وجودة جدا رائعة، انا جربت النوعية هذه، روعة روعة وعن تجربة. وما بين قالب المعجنات، ويا ترى مين الشاطرة اللي راح تعرف هذا الايش؟ يلا شاركوني توقعاتكم.
تشكيلة قوالب الفرن عنده كبيرة ومتنوعة بمختلف الأشكال بمختلف الألوان والأحجام. حابة تعملي أحلى الحلويات أحلى الموالح؟ تعالي منورينا واختاري الحجم اللي بتحتاجيه والقيمة اللي تشيلي همها. حبيت تشيز كيك، يا ترى ايش نكهتكم المفضله؟ وفرنا لكم القوالب بثلاث احجام مختلفه بقاعده متحركه، وراح تاخذوا القطعه وبقيمه واحده. والمنتجات الحلوه اللي بتخدمكم توفرت لعيونكم من جديد. البرطمانات الميني بالغطا الفلين او الغطا الذهبي بهذا الشكل لاغراض متعدده وكميات وفيره، حلوه اذا عندك مشاريع شموع عطريه، حابه تحفظ خلطاتك بهاراتك، حلوة للتقديمات والضيافة. اخرج عن المعتاد، قدمي فيها الحلى البارد، حلى الطبقات، قدمي فيها كيكه المانجا الهبة وبيطلع شكلها جدا رائع. الغطا الفلين راح تاخذ 3 حبات والغطا الذهبي راح تاخذ 4 حبات والقيمة واحدة. انتوا تأملوا معايا شكل طبقات اللاتيه الكابتشينو في هذا الكوب الرهيب. الأكواب الشفافة الأكثر طلبا والأكثر مبيعا وفرناها لكم بخيارات ما لها نهاية، مجموعات توفيرية، كل الأحجام متوفرة، الأحجام الكبيرة الأقل من الكبيرة. شوفوا معايا ما شاء الله تبارك الله، هذا كله يلبي جميع احتياجاتكم. والأحلى من هذا كله ما راح تاخذوا القطعة، راح تاخذوها باكيجات توفيرية وبأروع قيمة. بيالات الشاي التركية دايما بنشوفها بشكل المعتاد، عالمكم المتكامل وفر لكم اليوم بيالات الشاي التركية الدبل. تخيلوا فيها شكل الشاي بيطلع جدا رائع، رح تاخذ المغلف كمية وفيرة وبقيمة واحدة كما عودناك. هذه التشكيلة الأكواب القهوة حبيتوها وطلبتوها وفرناها لكم من جديد، راح تاخذ المغلف كامل بهذا الشكل وبقيمة واحدة، ومتأكدة راح تجوا هنا وراح تحتاروا وانتوا تختاروا من تعدد الخيارات ومن جمالها. محبين النكش المغربي، محبين المشروبات المغربية، تعالوا معايا شوفوا الكولكشن اللي وفرناه لكم بمختلف الأحجام بثلاث نكشات مختلفة. النوع الأول للشاي المغربي راح يجيكم بحجم جدا رائع، 3 حبات وتقدروا تاخذوا الطقم كامل. أكواب الشاي المغربي والنوعية الثانية لمشروباتكم الباردة، والنوع الثالث هذا. طقموا وشاركوني إبداعاتكم الجميلة لضيافتكم الرهيبة، راح تاخذ 3 حبات ب 11 ريال ونص شاملة الضريبة. واو، منبهرة على جمال الشكل، الكاميرا ظالمته على الطبيعة أجمل وأجمل. لمشروباتكم الباردة بجميع أنواعها، للموهيتو للفرابتشينو للموكا الباردة، بيطلع شكلها جدا رائع. إيش رايكم؟ شوفوا معايا، ما رح تاخذوا القطعة، رح تاخذوا 4 حبات بقيمة واحدة يا بلاش، في أحلى من كذا؟ وجاء الوقت اللي تغيري فيه كفر جوالك، الايفون الهواوي وجميع جوالاتكم. وفرنا لكم تشكيلة كبيرة ومتنوعة ما بين الجلد ما بين القماش الملون او الشفاف، كل شكل احلى من الثاني. عندنا هذه التشكيلة اللي بنشوفها في المواقع بذيك القيمة، وفرناها لخاطر عيونكم وبأقل قيمة. الأحلى من هذا راح تجيكم بغطى بهذا الشكل لحماية الكاميرا، وعندنا الخانة هذه تحفظوا فيها البطايق، خيارات متعددة والقيمة واحدة. خليكي دائما غير ودائما متألقة في تقديماتك، عندك حفلات وبتبحث على هدايا جميلة، هدايا بقيمة غير مكلفة، لا تروحوا بعيد ولا تحتاروا. وفرنا لكم هذه التشكيلة الرهيبة للمباخر الذكية، والمرة هذه راح تجيكم حافظة الأعواد مع الأعواد ما بين شكل الوردة أو الشكل البيضاوي أو الشكل المربع. إلحقوا على الكمية قبل نفاذها وتألقوا دائما وأبدا. وعلينا المنتجات الحلوة والأفكار، وعليكم التطبيق والإبداع بالشكل البيضاوي أو الدائري لأغراض متعددة. بشارككم بعض الأفكار حلوة تعمل فيها هدية، تنظموا فيها البكل، الحلقان، الخواتم، مركن للورد، مركن للنبات، أو تحفظ فيها المفرحات وأغراض متعددة. الألوان متنوعة ولكم حرية الاختيار. ومن أكثر الأشياء العملية، ياليتكم تشوفوا معايا الخامة قد إيش رهيبة، خامتها إكريليك ثقيل ياخذ العقل، حلوة لطلعاتكم وتمشياتكم، حلوة لتقديم ضيافتكم. راح تجيكم أكثر من خانة بهذا الشكل طبعا متحركة، حلوة تحطوا هنا النوتيلا وحطوا حولها الفواكه وقطع الحلويات قطعة شوكلت، راح تاخذوا الحافظة كاملة بخامتها وجودتها الرهيبة ب 11 ريال ونص شامل الضريبة. إلحقوا على الكمية.
ويا محلى طاجن اللحم، يا محلى الإدامات، يا محلى الفول في الأواني الفخار. وفرنا لكم تشكيلة متنوعة للأواني الفخار بغطاء أو بدون غطاء، الأطباق الدائرية، البيضاوية، المفرودة أو العميقة بمختلف الأحجام. ما بين حتاخذوها مجموعة توفيرية 3 أو 4 قطع، وما بين اللي حتاخذوها بالقطعة. شوفوا معايا العرض التوفيري، الحجم الميني هذا راح تاخذوا 4 حبات بقيمة واحدة، بإمكانكم الكتابة عليه. تقدموا فيه وجبة الفطور، وجبة العشاء، انت واختيارك وابداعك. الخشبيات ما بتدخل في حاجة إلا بتحليها أكثر وأكثر. إيش رأيكم بالأطباق الميني اللي وفرناها لكم مع القاعدة الخشبية بأكثر من 10 أشكال لتقديم ضيافتكم الحلوة؟ الحلويات، الموالح، التمور، الفواكه المجففة، وأكثر من هذا راح تاخدوها قطعتين مع القاعدة الخشبية. أعطيكم فكرة ثانية، القاعدة الخشبية ممكن تقدموا عليها كوبين قهوة أو حتى قاعدة للشموع. أفكارها متعددة والقطعة واحدة. واللي بتحبوه والمنتظر توفر لعيونكم من جديد البرطمانات بالغطاء الخشبي وبجميع أحجامها. تنظمي فيها البهارات، تنظمي فيها خلطاتك، تنظمي فيها المكرونة، أو تقدمي فيها ضيافتك على طاولة الضيافة، بيطلع شكلها جدا رهيب. أو تنظمي فيها القهوة والشاي في الكوفي كورنر، بكل الحالات بتطلع رهيبة. راح تاخدوا القطعة بأحجامها المختلفة وبقيمة واحدة. وحلوة القطع اللي بتفيدنا الأكثر من غرض، انتوا عارفين هذا ايه؟ شبك للفحم بمقبض. واعطيكم فكرة ثانية، بيخدمنا للطبخ على البخار، المنتو الخضار على البخار، مرة حلو. راح تاخذوا القطعتين بحجمين مختلفة بقيمة واحدة يا بلاش، ايش رايكم؟ وأضيف لمطبخك بعض الألوان اللي بتعطيه منظر جدا جميل مع البرطمانات اللي وفرناها لكم بمختلف الألوان. تنظمي بهاراتك وخلطاتك بكل شكل جميل. حضر لأطفالك أحلى المشروبات الفريش مع منتجاتنا العملية، رح يجيكم بجك 2 في 1. يا ترى إيش المشروب اللي بتحبوه المفضل لكم؟ واللبادات من القطع اللي بتجمل مائدتك، والله إذا كانت من الخيش. وفرنا لكم هذه اللبادة الرهيبة بالدناديش باللون الأبيض، إضافة جدا رائعة على طاولة طعامك أو كمفرش على الطاولة. ولباد ورق الشجر من الأشكال اللي كانت وللآن دارجة في الفترة هذه، وفرناها لكم ب3 أشكال مختلفة، بتعطي إضافة رهيبة 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 على طاولة طعامك. ورح تاخدوها بقيمة واحدة وخامتها جلد. ورق الشجر باللون الأخضر أو الذهبي والفضي بتلاقوا عندها جميع الخيارات، والكولكشن متنوع. رح تلاقي الشكل اللي بيليق طاولة طعامك ما بين الجلد أو حتى اللبادات أو المفارش القماشية. طبوا وتخيروا. ورغب أطفالك في الأكل وشجعيهم مع أحلى المنتجات اللي بنقدمها لكم. مجموعة للأكل المرة هذه راح تجيكم بشكل الكوب، لحملها معاك بكل أريحية وين ما رحتي. والأحلى من هذا كله، ما راح تاخذوا القطعة، راح تاخذوا القطعتين بهذا الشكل، هذا كوب وهذا الكوب الثاني بغطاء محكم الغلق مع الملعقة، وبقيمة واحدة يا بلاش، للبنات وحتى للأولاد. منتجات حبيتوها عالمكم المتكامل يوفرها لكم من جديد، ملاعق الغرف باللون الذهبي بالمقبض الخشبي بجميع الأنواع، حتى مغرفة الكيك وفرناها لكم. اللي ما لحقوا على الكمية الأولى يلا تعالوا نورونا وإلحقوا عليها لتفوتكم. جميلة شكل، جميلة خامة، وجميلة قيمة. وكملي طقمك مع شنط الرحلات أو شنط للقهوة والشاي بنكشة واحدة، وفرناها لكم بحجم جدا رائع والتشكيلة متنوعة. طبي وتخيري واختاري الشكل اللي بيعجبك، والقيمة لا تشيلي همها. تشكيلة متنوعة لشنط البنوتات الجميلات بأكثر من شكل وبأكثر من لون، الخيارات تتعدد، الأحجام تتعدد. شوفوا هنا عندنا LOL حبيبة الأطفال، راح تاخذ أي قطعة بخياراتها المتعددة وبقيمة واحدة لأي قطعة.
وأي منتج شفتوه في المواقع وعجبكم عالمكم المتكامل ما يخلي في خاطركم، وفرنا لكم هذه الربطات الرهيبة فكرتها مرة حلوة. أول شيء شوفوا معايا تعدد الأشكال، أكثر من 20 شكل يرضي جميع الأذواق، الألوان الفاتحة الألوان الغامقة، بينفع للأطفال وبينفع للكبار. شوفوا معايا الطريقة، طبعا هذه الربطات بداخلها حديدة بتقدروا تتحكموا فيها وتشكلوها بهذا الشكل، بيطلع شكلها ولا أحلى. والأجمل ما راح تاخذ القطعة، راح تاخذ بثلاثة حبات وبقيمة واحدة يا بلاش. وهذا الفيديو عشان تشوفوا تعدد الأشكال وتشوفوا معايا جمال الأشكال، الخيارات مالها نهاية وكل شكل أحلى من الثاني. طبعا عندها النوعية هذه راح تجيكم أعرف الأشكال، تاخذ العقل مرة رهيبة الأشكال. نداء للبنات، اتوقع اغلبنا بنعاني من كركبة المكياج مع العالم المتكامل، من بعد اليوم نتشيلهم. وفرنا لكم المنظمات الاكريليك باكثر من 4 اشكال، تنظم فيها مكياجك، تنظم فيها المناكير، الفرش، بكل شكل جميل. ودع الكركبة ودع فقدانه، ورح تاخذ القطعة باجمل قيمة. بيحبوا يكشخوا بالتاتو، وفرنا لكم تشكيلة كبيرة ومتنوعة، تشكيلة ترضي جميع الاذواق. اكيد بتلاقي ذوقك الجميل ما بين هذه التشكيلة، وراح تاخذوا كل 3 قطع لكم حرية اختيارها وبقيمة واحدة. واليوم دور البنوتات من الدلع، وفرنا لهم الأحذية الشتوية بدل ما يمشوا على البلاط، أحمي قدمين طفلتي مع هذا التشكيلة، راح تجيكم متينة، يعني حتى لو مشت على الموية ما بتتبل، ومن جوا راح تجيكم مبطنة بالفرو رهيبة، خامتها جدا رائعة، متوفرة بأربع ألوان، اللون الفوشي واللون البني والرمادي والوردي. وراح تاخذوا القطعة ب 11 ريال ونص شامل الضريبة. ربي على الحجم النتفة، شتى على الأبواب، وأكيد وفرني المواليدكم أحلى الأحذية الفرو، بتجيكم بهذا الشكل للبنات أو الأولاد، الخيارات متعددة، ورح تاخذوا القطعة بألوانها بأشكالها وبقيمة واحدة ولا أجمل. اتكلم على الاشكال اللطيفه ولا الخامه الرهيبه، وفرنا لاطفالكم البنات او الاولاد احلى الاشكال باحلى خامه، راح تجيكم لينه ومريحه على قدمينهم، مره حلوه للطلعات الخفيفه، حلوه لطلعات البحر، الشاليه، الدره، تقريبا من 24 الى 34 ما تتفوت. شوفوا معاي الكياتة، وفرنا البنوتات هذا التشكيل الرهيب الفرو، أحمي قدمين طفلتك من البلاط واقتني أحلى الأشكال وبأحلى قيمة. والأحلى من هذا كله راح تجيكم من الخلف بهذا الشكل، يعني ما بتتبل، وراح تاخدوها بألوانها وخياراتها بقيمة ولا أجمل. أولياء الأمور، وفرنا لكم ولأطفالكم الداخليات بأفضل وأجود أنواع القطن ببراندات وخيارات متعددة، الخامة جدا رائعة، ما بينكمش ما بينمش، وعلى تجارب ومدح كثير منكم، ما بين الكم، ما بين العلاقي، الخناقي، راح تلاقوا جميع الخيارات اللي بتبحثوا عنها، والقيمة خرافية لخاطر عيونكم. تبغى شيء يقعد معاك فترة طويلة لأطفالك، لا تحتار ولا تروحي بعيد، عالمكم المتكامل وفر لأطفالكم أفضل وأجود الأنواع، الطقم الولادي أو الطقم البناتي بخيارات متعددة، تفضلوا نحن بانتظاركم، والقيمة لا تشيلوها. منتجات فوتيك الغنية عن التعريف، وفرناها لكم بثلاث أنواع، لتغذية حماية شعرك أو لكثافة وقوة شعرك أو لنعومة ولمعان شعرك. وتخيلوا معايا قوة العرض اللي وفرنا لكم، انتوا عارفين برا العبوة بتنباع بحدود ال 14 إلى 20 ريال، وفي عالمكم المتكامل راح تاخذ العبوتين بقيمة واحدة يا بلاش، وكل عبوة 200 ملي، الحقوا على الكمية قبل نفاذها. ومكملين بالعروض الرهيبة اللي مقدمينها لكم، شامبو فيتيكا للشعر الجاف، راح تاخذ العبوة 400 ملي بقيمة واحدة يا بلاش، ما راح تلاقوه بهذه القيمة إلا عندنا، الحقوا عليه. ولكل المهتمين في مجال الديكور، المهتمين بتغليف الهدايا، الإبداع في الكوش، في الدبش، وأكثر من هذا وفرنا لكم الورد باللون الذهبي بأكثر من شكل خرافي. شوفوا معايا تعدد الأشكال، علينا المنتجات وعليكم أحلى الإبداعات.
ورق الشجر الخريفي توفر بحجم جدا رائع لأفكار وأغراض متعددة. أنا بانتظار تشاركوني إبداعاتكم وأفكاركم الحلوة. تفتكروا هذه الدناديش اللي كنا نكشخ فيها؟ اليوم وفرناها لكم بلون واحد مرة شكلها أحلى من القديمة. راح تجيكم باللون الذهبي، اللون الفضي أو الملونة. الخيارات متعددة، إضافة جميلة لحفلتك. وهذه القطعة الخشبية اللي حبيتوها وفرناها لكم من جديد، يا ترى راح تاخدوها الهدية، راح تاخدوها مركن للنبات، مركن للورد؟ شاركوني أفكاركم وإبداعاتكم. واللي بيفضل المباخر المعدنية، إيش رأيكم بهذه التشكيلة الغير معتادة؟ راح تجيكم بالحروف العربية بشكل جدا رهيب. راح تاخدوا القطعة ب 11 ريال ونص شامل الضريبة. ونحب نريحكم يا أحلى أمهات، إذا حابة تاخذي طقم متكامل لمولودك وتقديم هدية، وفرناها عليك وجمعناها لك في مغلف واحد بدل ما تاخذي كل قطعة لحالة. شوفوا معاي محتوياته، طبعا يتكون من المريلة، وهنا عندنا القبعة للأطفال وطقم البيجامة والداخلي والجوارب لليدين. ورح تاخذوا المجموعة كاملة متكاملة بقماشها وقطنها الرهيب ب 11 ريال ونص شامل الضريبة. يا بلاش، اللي عليك إذا بتقدمي هدية أضيف الورد، أضيف الشرايط وإبداعاتك. تخيلين معاي ايش وفرنا لكم؟ ايش ودكم ما نخليه في خاطركم؟ شوفوا معاي المفاجأة اللي وفرناها لكم اليوم بحجم جدا رائع، وراح تاخذوه ب 11 ريال ونص شامل الضريبة. الحقوا يا ما تلحقوا. ايوه مسبحتك. ويا اهلا بالمنتجات الرهيبة، يا اهلا بالمنتجات العملية وداعا للمواقع، وأهلا في عالمكم المتكامل بأجمل منتجات. شوفوا المنتج الخطير اللي وفرنا لكم، طبعا هذه كيف طريقتها، بتبللوها بالموية فقط وتنظف فيها كل ما يخطر على بالكم، الشخابيط على الجدار وأغراض أخرى بتنظفها لكم. راح تاخذوا المجموعة بهذا الشكل وبقيمة واحدة. وإذا عندك قطعة حابة تعيدي تدويرها، مليتي من شكلها وحابة تجدديها، وفرنا لكم الدهان الإكريليك بثلاث ألوان، اللون الفضي واللون الكحلي واللون الأحمر. طبعا هذا بينفع للمعادن، للخشب، وحتى بينفع للدراجات، الثلاجات وأغراض متعددة. الأهم من هذا كله ضروري ترجوها قبل كل شيء، والطريقة موضحة في الخلف. إذا كنت بتعاني من دخول الحشرات، من دخول الروائح، الغبار، لا تشيلوا هم، من بعد اليوم مع عالمكم المتكامل الحل دائما وأبدا. وفرنا لكم البخاخ الفوم بهذا الشكل لأغراض متعددة لتعبئة الفراغات، ورح تاخذوا العبوة مع ملحقاتها بهذا الشكل وبقيمة واحدة.